نصيف زيتون يتغزل بمعجبة على المسرح في قرطاج وغنائه باللغة التركية يتصدر الترند. ذي حاجة إنه يدم حدا كرمال يتنفس. أحيى الفنان السوري نصيف زيتون حفلاً غنائياً ضمن حفلات مهرجان قرطاج الدولي في دورته 57 ليقدم خلاله مجموعة مميزة من أغنياته القديمة والجديدة. وانتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي عدد كبير من مقاطع الفيديو من أجواء الحفل الذي كان نصيف قد أحياه سابقاً في قرطاج، ظهر فيها تفاعل الجمهور الكبير مع نصيف الذي غنى باقة من أجمل أغنياتها الجديدة منها والقديمة. في التفاصيل انتشر مقطع فيديو للفنان السوري على المسرح حيث كانت معجبة تناديه نصيف بأعلى صوت ليرد عليها ويقول يا نعم عيونه يا حبيبتي أنت. يا نعم عيونه يا حبيبتي أنت هاي. وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للفنان السوري على المسرح وهو يغني باللغة التركية، وتفاعل الجمهور مع مقاطع الفيديو بشكل كبير. وكان قد لفت الجمهور في الساعات الماضية مقطع فيديو ظهر فيه نصيف إلى جانب العلم السوري الذي رافقه على المسرح خلال الحفل، حيث بدأ نصيف وكأنه يحتضن العلم بتأثر خلال تفاعله مع الجمهور سائلا إياهم عن أي من أغنياته سيغني. كما انتشرت مقاطع فيديو للتحضيرات النهائية للحفل المنتظر اليوم التي استمرت حتى ساعات الصباح الأولى بمشاركة نصيف. وكان قد تألق الفنان السوري نصيف زيتون خلال الحفل الغنائي الذي أحياه مؤخراً ضمن حفلات مهرجان صيف قلعة حلب بسوريا، وقدم عدداً كبيراً من أغنياته حيث تفاعل معه الجمهور بترديد كلمات الأغاني والرقص على أنغامها. وكان قد تصدر مقطع فيديو للفنان السوري نصيف زيتون من حفله الذي أحياه في لبنان حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين راحوا يتداولونه بشكل كبير فيما بينهم ويعبرون عن حبهم الشديد لنجمهم المفضل. أعرف عندي ما